طيب الامور المتعلقه بكاس الرابطه، بصوا يا جماعه الفكره في حد ذاتها مش العب بالناشئين وبالشباب والناس بتتكلم من بره نلعب باي مجموعه عشان نخوض المباريات وخلاص. اللي حصل في كاس الرابطه السنه اللي فاتت كان شيء، والسنه دي شيء تاني خالص. السنه اللي فاتت الرابطه عملت المباريات كلها اثناء كاس افريقيا اللي اتلعبت في الكاميرون، فكان عندك مساحه انك تلعب باللاعبين الناشئين اللي في قطاع الناشئين. ولكن السنه دي اللائحه اللي طلعناها حضراتكم في الحلقات السابقه كان مكتوب فيها انك بتلعب بدون اللاعبين الدوليين ولكن بقائمه الفريق الاول. طيب بدون اللاعبين الدوليين وبقائمه الفريق الاول هيتبقى معايا كام لاعب؟ 7 منتخب اول، 4 منتخب اولمبي، 4 محترفين بيلعبوا في منتخبات بلادهم. فانت بتتكلم ما يقرب من 15 لاعب بالاضافه الى 3 لاعبين او 4 لاعبين مصابين، ياسر ابراهيم، محمود متولي، اكرم توفيق، كريم فؤاد، 19 لاعب. هيبقى معاك في القائمه كام؟ 11 12. هل ده عدد تقدر تلعب بيه مباراه المصري؟ هل الجهاز الفني اصلا عنده وقت انه يحضر لماتش المصري في الكاس الرابطه وهو عنده ب 72 ساعه مباراه على طول في دوري ابطال افريقيا، مباراه حاسمه هي مباراه الموسم في دوري ابطال افريقيا؟ هل هينفع؟ مش هينفع. وبالتالي كولر كان ليه راي واضح من البدايه، الفرقه سافرت ولعبت ماتشات كتيره وفي مدن ودول مختلفه خلال الفتره اللي فاتت، فكان لابد ان يكون في راحه تنتهي حتى الخميس المقبل، والفتره من الجمعه للجمعه تكون فرصه لتصحيح الاخطاء. كولر كان بيتمنى تكون الفرقه فول تيم في التوقيت ده، ولكن في اجنده دوليه، فقدر الامكان هيحاول يشتغل على المجموعه اللي معاه. تيجي بقى تحط له ماتش المصري في التوقيت ده هيبقى صعب جدا بالنسبه له، وبالتاكيد الرؤيه الفنيه للمدير الفني هي الفاصله، لان اداره النادي الاهلي لا تتخذ قرار متعلق بالكوره تحديدا الا لما يكون في قرار رسمي من المدير الفني. ده حصل في البطوله العربيه ونفس الامر اتكرر في كاس الرابطه. نتمنى باذن الله نفوز على بيراميدز، الاهلي يحصل على الكاس، الاهلي يلعب السوبر امام الزمالك ويفوز عليه في ابو ظبي، يكمل المشوار في دوري ابطال افريقيا، يكمل المشوار في الدوري العام. هتكون دي هي التحديات للاهلي حتى نهايه الموسم. يخلص الموسم على خير بتحقيق البطولات دي واسعاد الجماهير، هتبقى فيه فرصه طيبه حوالي شهر شهر ونص تستعد من خلالها وفتره اعداد للموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي اللي هيبقى ايه بقى ساعتها؟ هتبدا بدور السوبر الافريقي ثم دوري ابطال افريقيا ثم الدوري العام. فكان صعب جدا تلعب كل المنافسات دي وتخش الموسم اللي جاي بدون راحه، في ظل انك داخل على احداث اقوى واهم، وكمان السنه الجايه في يناير اللي جاي هيكون في امم افريقيا في كوت ديفوار. فطبعا اللي اتخذ هذا القرار النادي الاهلي هيكون في صالح الكره المصريه، بس الناس هتحس بقيمته على المدى البعيد. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، كنا اتكلمنا برضو على طاقم حكام مباراه السويس والنصر، واستعرضنا السوشيال ميديا واللي اتكتب في الصحف العالميه، وازاي الكابتن محمد فاروق الحكم السكندري يكتب تقرير عكس الواقع وعكس اللي حصل في المباراه. لجنه الحكام الرئيسيه امبارح اعلنت ايقاف طاقم التحكيم بالكامل، وقدامكم طبعا على الشاشه ده القرار اللي صدر بالامس، والقرار صدر من خلال لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه البرتغالي فيتور بيريرا. في نقطة مهمة عايز أتكلم فيها في الجزئية دي دون الخوض في التفاصيل، لأن كل التفاصيل قلناها في حلقة أول أمس. طالما أنت وصلت لفكرة إن طاقم التحكيم يتم إيقافه بالكامل، يبقى الطاقم ده عمل حاجة غلط. عمل حاجة غلط. إيه هي الحاجة الغلط؟ إن أنت بتعترف إنه فكرة إنه يتخذ قرار بناء على رؤية موبايل وياخد بيه قرار ويلغي هدف رغم إن مفيش تقنية الحكم الفيديو المساعد في القسم الثاني، تبقى دي كارثة. بس الكارثة الأكبر إنك توقف، يعني تاخد قرار بإيقاف الحكم في ظل إن في تقرير فيه كلام وتفاصيل عكس اللي حصل في الواقع. فاللي استدعى الحكم لمعسكر الحكام وخلاه يكتب التقرير ده لازم يتم إيقافه واستبعاده أيا كان هو من الشخص ده، يطلع في المسابقات، يطلع في الحكام، يطلع في مجلس اتحاد الكورة، أيا كان هو مين. لأن أنت لما حكم يكتب في تقريره تفاصيل عكس الواقع اللي احنا كلنا شفناه، لا يبقى الامور هنا مش متعلقه بخطا قانوني، ده احنا رحنا لمسافات ابعد ورحنا لوقائع للاسف ممكن تضر المسابقات الكره المصريه، وممكن تحط ما بين قوسين مليون علامه استفهام على التقرير ده اتكتب ليه بالشكل ده. وبعدين طالما خدت قرار بايقاف الحكم، ما هو دور لجنه الحكام؟ مش اللجنه هي اللي بتدي تعليمات للحكام؟
مش هي اللي بتحاسب الحكام. مين اللي هيحاسب اللجنة على هذا الخطأ؟ مين اللي هيحاسب اللجنة على هذا التعيين؟ الفكرة مش في إيقاف طاقم التحكيم بس، في مسؤولية على أطراف أخرى أتمنى يتم اتخاذ معاها عدة إجراءات خلال الساعات اللي جاية. وأنا انتظر ونشوف في استئناف على قرارات مسابقات القسم الثاني، هل لجنة الاستئناف تتخذ قرار بإعادة المباراة؟ ده هنتعرف عليه الفترة اللي جاية. ولكن خطورة هذه المباراة وما حدث في هذه المباراة أبعاده هيكون ليها تأثير على شكل مسابقات الكرة المصرية، عشان كده احنا بنتكلم وبنناقش هذه القضية، لأن ممكن بعد شهر 2-3 نلاقي الكابتن محمد فاروق الحكم السكندري بيدير مباراة في الدوري الممتاز. هل هيبقى مقبول؟ هل هيبقى كلام منطقي وكلام معقول؟ استحالة. فعشان كده احنا دخلنا في صلب القضية واتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة بنكمل عليها. بس قرار الإيقاف ده لا يسري على الحكم فقط، في مسؤولين أعتقد يحتاجوا إلى مثل هذا القرار عشان يبقى في انضباط أكتر خلال الفترة اللي جاية.